بنرحب بحضراتكم من محافظة كفر الشيخ، ولسه مستمرين في تغطيتنا من المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020. عايزين نتكلم ان الانتخابات السنة دي يعني شغالة على قدم وساق، استعدادات كتير من قبل المحافظة، استعدادات كتير من قبل كل القائمين على الانتخابات. خلينا نتكلم عن الإجراءات الاحترازية اللي موجودة، يعني في تعقيم مستمر لمختلف اللجان، في عدم دخول لأي من المواطنين إلا إن كان مرتدي الكمامة، كمان بالداخل في قفازات علشان يستخدموها في التصويت، في إجراءات احترازية شغالة على مدار الساعة. في الساعة الراحة اللي كانت موجودة من الساعة 3 للساعة 4 تم تعقيم اللجان بالكامل، تم إزالة يعني أي شيء تم ملامسته من قبل الناخبين في قبل وقت الراحة، تعقيم المكان بالكامل. خلينا نتكلم ان دوريات الشرطة مستمرة على مدار الساعة في كل انحاء المحافظة، في دوريات مستمرة لمحيط اللجان في الميادين العامة والشوارع علشان يتم تمشيط المنطقة ويتأكدوا ان كل شيء بيسير على النحو المطلوب. ده غير طبعا ان سيارات الاسعاف متواجدة خارج اللجان علشان تقدم الخدمة الطبية لاي حد في حاجة اليها، وغرفة العمليات الخاصة بالمحافظة شغالة على قدم وساق وبتتابع على مدار الساعة كل ما بيجد، وعلى تواصل تام مع كل المراكز والقرى في مختلف أرجاء المحافظة. خلينا نتكلم إن دلوقتي بدأ الإقبال يزيد مع انكسار أشعة الشمس، مع انتهاء الموظفين من أعمالهم بدأ الدنيا تسمح ليهم إن هم يقدروا يخشوا ويدلوا بأصواتهم بشكل أفضل. خلينا نتكلم كمان إن النهاردة كان في إقبال كبير من قبل الشباب ومن قبل السيدات، نظرا لأن هم عايزين يمثلوا الفئات بتاعتهم، لأن في كتير من المرشحين هنا في كفر الشيخ من السيدات ومن الشباب. خلينا نتكلم إن على مدار اليوم في متابعة مستمرة، في جولات مستمرة من قبل المحافظ، في شغل كبير، في حرص من المواطنين نفسهم إن هم يتبعوا الإجراءات الاحترازية، إن هم يساعدوا في التنظيم. عن المشاهدات، أبرز المشاهدات اللي شفناها النهاردة هي كانت ان في حد من ذوي القدرات الخاصة يعني على كرسي متحرك، تم توفير سيارة ليه، راحت اخدته من بيته وجي علشان يدلي بصوته داخل اللجنة. خلينا نتكلم ان في كراسي متحركة ايضا موجودة علشان في حد من كبار السن من ذوي القدرات الخاصة يتم توفير ليهم الخدمة المثلى. عايزين نتكلم ايضا ان في كل وقت المحافظة على متابعة مستمرة مع كل اللجان، على متابعة مستمرة لحل اي مشاكل، فيش اي مخالفات تم رصدها، والاقبال حتى الان يعني جيد لحد كبير. ودلوقتي يعني احنا في العد التنازلي وفي الساعات الاخيره لاغلاق اللجان ابوابها وانتهاء انتخابات مجلس الشيوخ ل2020، وحتى الان الوضع مبشر جدا، الوضع مطمئن جدا، وفي نفس الوقت الوضع يليق بمكانه مصر. وبكده نكون يعني استعرضنا مع حضراتكم الوضع ازاي موجود دلوقتي في محافظه كفر الشيخ. طبعا هنوفيكم بالمزيد في خدمتنا الاخباريه القادمه. شكرا جزيلا لحضراتكم.